ظرفة الانطلاقة بالنسبة لشبيبة القبائل التي ستدخل اليوم بكل مجار وما يفعلوا بهذه الكرة وهذه الانطلاقة والتوزيع في العمق. انطلق انطلق هناك يلاوي يعود يطلب الكرة وفوق العارضة الأفقية فوق العارضة الأفقية كل التركيز وضبط الجدار. هي أيضا عنده التسديدات نفذت بقوة بسرعة المساء الأول من هذه المباراة. تسديدة قوية من بعيد من بعيد كرم هذه المنافسة. عودي هو الذي أخرج هذه الكرة. التوزيع حذاري حذاري من هذه المساحات وعسل عسل 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 مليك في المكان المناسب بروعة ببرودة أعصاب أمامية. حذاري حذاري من هذه الكرة للطابة المراوغة يسجل بيلاوي. يلاوي يحاول التوغل يحتفظ بالكرة ليست ممتازة من يلاوي بمنفذ الكرة الثابتة. التوزيع كوليبالي ضيع فرصة هدف أكيد. تسديدة أخرى والمباراة ستنطلق بعد ثواني قليلة فقط من الآن بنفس اللاعبين بنفس التشكيلة بنفس الطموح وهو الظفر بثلاث نقاط. لو فرا غالية قدر بتسعة أمتار وخمسة سنتيمتر لريال قوية وبعيدة. كنت أراها بعيدة ولكنها كانت دائرية فجاءتني والأجواء هكذا. العرفي لأمين عودية العودية لنسيم صالح. العرفي من جديد يجب تغيير الجناح فعلا أحسن ما فعله بالقلم لكوليبالي. دويش العمارة وتفاعل الجماهير مع هذه الكرة حاول تسترق دفاع الشبيب. تسديدة كادت تفاجئ هذه التسديدة. أسلم بمنصب يلوي أيضا يخرج بعد أداء لشوط أول ممتاز ويترك مكانه لأزوكا. التغيير إذا سيتم بعد لحظات بخروج تجار ودخول الرماش. نفذ هذه الكرة صعود أزوكا 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 أزوكا. العودة مباشرة إلى شريف الوزلاي إلى نسيم صالح لعودية. لا زالت الخطورة في الملعب. تبقت هناك فقط خمس دقائق لانتهاء هذه المباراة. أزوكا يتمكن من هذه الكرة بذكاء ويلعبها بذكاء أكبر. هنا صعبة هنا صعبة وانطلق رماش رماش التوزيع. أي أي سأسكت الآن لأن هذه صور وهذه الأزيج أصدق وأكبر من كل تعبير. أي كلام أي تعبير أي مصطلحات موجودة في قاموس اللغة العربية حتى أبحث عنها، ولكن شاهدوا كيف تدرس كرة القدم بأقدام الشبيبة. وزع رماش استقبلها وروضها عودية وكان في الانتظار من البديل.